وصف كمان رئيس النادي ان الفريق عليه مديونيات كتيره جدا خلال الفتره اللي جايه، ومفيش هناك مساعده او موارد لحل ده غير الازمات، غير ان هو يكون بيبيع 2 لعيبه. وعلى فكره لما اتكلمنا عن عبد الرحمن مجدي وعن باهر محمدي، ولكن المقابل المادي اللي كان بيتكلم فيه المهندس يحيى الكومي كبير جدا جدا جدا، وهو برضه محطوط في ازمه كبيره جدا ان هو عايز يسد مديوناته، مفيش اي دخل داخل النادي الاسماعيلي بالارقام اللي موجوده او بالديون اللي موجوده على النادي الاسماعيلي. ففكره ان انت هنا بتشوف هتعمل ايه، الحلول ماشيه ازاي. طب انا محتاج لعيب، يعني انت كان النادي الاسماعيلي اصلا لما بتيجي تبص على الموسم ده كان موسم كارثي بالنسبه للنادي الاسماعيلي، فانت محتاج اصلا تدعم، وفي نفس الوقت عليك مديونيات، وفي نفس الوقت عايز تخرج 2 لعيبه اللي هم اهم لعيبه عندك، بجانب بقى احمد مدبولي طبعا واحد برضه من افضل اللعيبه اللي موجودين. بس تكلم عبد الرحمن مجدي وباهر المحمدي. باهر نادي الاهلي بيتكلم معاه، عبد الرحمن مجدي في مفاوضات سواء من هنا او من هنا، لسه ما فيش اي قرارات من قبل المهندس يحيى الكومي او مجلس اداره النادي الاسماعيلي ايه الشكل هيكون عامل ازاي. بس هو قال بصراحه يعني ان انا محتاج ابيع 2 لعيبه عشان اقدر ادخل فلوس للنادي، اقدر اسدد بيها مديونيات عشان ما يكونش في بقى وقف قيد وتخش في التفاصيل اللي انت عارفها دي، وان جمهور النادي الاسماعيلي لازم، وانا شايف ان انت اطلع بقى واجه النادي جمهور النادي الاسماعيلي وقول ان احنا دلوقتي عندنا ازمه بتتمثل في 1 2 3 4، وهنضطر نعمل 1 2 3 عشان نقدر نحل الازمه دي ويكون مكملين في الموسم اللي جاي. ايا كان بقى هتستغنى عن باهر، عن عبد الرحمن مجدي، عن احمد مدبولي، ايا كان مين اللعيب اللي انت ممكن تكون بتستغنى عنه في ظل ان انت تكون بتحل ازمه، لازم تكون بتواجه جمهورك ولازم تقول لجمهور النادي الاسماعيلي كل التفاصيل. واعتقد ده الحل الانسب يعني بالنسبه لمجلس اداره النادي الاسماعيلي. اتمنى ان يكون الاسماعيلي في الموسم اللي جاي شكل مختلف وما يكونش بيعدي باللي شفناه سواء السنه دي او السنه اللي فاتت، نشوفه بقى في مكانته الطبيعيه. انت عديت من نفق كان نفق مظلم، بس لسه مش هو ده النادي الاسماعيلي، مش مكانه النادي الاسماعيلي ان انت تكون في مركز 10 او مركز 11 او مركز 8 ايا كان، لا انت مكانك في المربع الذهبي، وده اللي تعودنا عليه من لعيبه اسماعيليه ومن شكل النادي الاسماعيلي. اتمنى ان يكون الموسم اللي جاي الشكل يكون مختلف. كان الله في عون الحقيقه عدد كبير جدا من رؤساء انديه جماهيريه في التوقيت الحالي بيعانوا بسبب ازمات ماليه في وقت هي الماده اللي بقت بتتكلم في منظومه كره القدم. ولازم برضو نفضل فاكرين انه الانديه دي فيها حاجات تانية، يعني احنا اللي بيتسلط عليه الضوء بس التزاماتهم المتعلقه بمنظومه كره القدم، ولكن هم عندهم حاجات تانية كتير موجوده داخل اسوار النادي برضو مجبرين ان هم يكونوا بيهتموا بيها على المستوى المادي. عندهم اعضاء ممكن ما يكونوش مهتمين حتى بالكره وعايزين حاجات تانية تكون متوفره داخل النادي، فمسؤوليه كبيره جدا جدا. يعني انا يعني بشفق عليهم ان هم مضطرين يكونوا محطوطين فيها، ولكن باذن الله يكونوا قادرين يحلوا هذه الازمات، وفي الفتره اللي جايه يكون في تسويه بعض الشيء وتوازن في سوق الكوره، علشان هو اللي عمل التاثير الكبير جدا على الماده دلوقتي. هي صناعه ولكن صعب جدا الفلوس والكم اللي احنا وصلنا له والامكانيات اصلا. يعني لو نتكلم بصراحه امكانيات اللعيبه المصريه جيده جدا ودايما نتمنى لهم كل التوفيق، ولكن الارقام غير متناسقه خالص مع المنافسه والمسابقه بتاعه الكوره، فبالتالي بنتكلم على ضغط كبير جدا بيقع على كل المسؤولين.